هذاك الفيديو ما هو الا حرب. حنا ابناء ديال طارو تنعرفوهم وبناتو تنعرفوهم، مربيين متخلقين احسن التربيه وتنعرفوهم يعني عز المعرفه. هذاك لا فيديو غير تنسب لهذاك الشخص باش الاساءه ليه، لانه الحمد لله وصل واحد القمه في يعني في القمه في الميدان الفني. اما هذيك لا فيديو ما منها والو والله يخلص. لا لا انا انفيها بتاتا. هذاك السيد غير بغى يسال هذاك السيد، وهو ورانا اتصلت به شخصيا وهو ما مهتمش بهذا الامر كاع. هو دابا مهتم بصحته وعلى يعني العمليه اللي دار، يعني ما اثرش فيه. لا هذاك الفيديو اللي شتيتي، هذاك الصور ماشي الفيديو، هما هزوا غير الصور، حيت الا هزوا لا فيديو راه فيه بانه تيتكلم على الاب ديالو. الا شتي الفيديو الحقيقه الفيديو هو كان كيتكلم على الاب ديالو. هذاك الانترفيو كانوا داروه معاه على الوفاه ديال الاب ديالو. ناضوا ناس اخرين اللي هما بغاو يسيئوا لهذاك السيد، داروا غير لي فوتو بانه تيبكي على لا لو طون اللي طاح الفيديو. هو راه كان كاين في بلجيكا كي يعني في المرحله كيستعد للعمليه. لا الحمد لله بخير وعلى خير، كنتصل به كيتصل بيا عبر الميساج كلشي الحمد لله. هو ان شاء الله دابا راه فتره نقاهه وغير رجع للجمهور ديالو ان شاء الله عما قال. الناس ديال اليوتيوب ما يبقاوش يكثروا شويه من من يعني من الكلام. اللي بغى يحط شي فيديو ولا بغى يصدق شي فيديو خصو يتيقن من الصحه ديالو، حيت ما يمكنش نحطوا الفيديو ونتيقوا حنا راه صافي هو ونبداو نكثروا الدجه ونسيئوا للناس. لا حشومه خويا. بالنسبه كي قلت لك راه انا كنت على يقين غادي تسولني هذا السؤال هذا. بالنسبه للاستاذ الظاهر، استاذ الظاهر انا كنت كنقول بانه ما كانش عليه يطيح لهذ القضيه هذه، يعني حيت هو تبارك الله قاري يعني مثقف الحمد لله وداك الشيء. ولولا ظاهر ما يكونش نيبه، يعني نيبه ما كانش عليه يتقلق على ظاهر. وإلا كانوا شي خلافات انا ويا خصنا نحلوهم بعضياتنا، ما ندخلوش دري 17 عام مينور، دري عنده 17 عام يتحكم في واحد عنده 50 عام، لا ما يمكنش. يعني هذوك مسائل كيخصو ظاهر مع نيبه يحلوهم بعضياتهم. وحنا ان شاء الله راه الا كان باش نتدخلوا بشي خيط ابيض غير تبرد الامور ونتدخلوا ان شاء الله وما يكون الا الخير. واللي بغيت نقول ان المراكشيين خصهم يتحدوا شويه بعضياتهم باش ما يبقاوش اللي جات تاثر فينا ودير التفرقه بين الاخوان الفنانه وداك الشيء.